الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقائد وسيرتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اخواني واخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. نبارك لكم قدوم شهر الرحمه والتوبه، شهر الله الذي ارادنا الله سبحانه وتعالى ان نكون فيه ممن يستفيد من عطاءاته وضيافاته وضيافته، ألا وهو شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة لا بد من التأكيد على مسألة أن نجعل هذا الشهر مختلفا عن بقية الأشهر، وأن نجعل أيامه وساعاته تختلف عن بقية الساعات والأيام، ولا بد وأن نحدد أهدافا معينة خلال هذا الشهر المبارك نحاول أن نصل إليها في خلال أو من خلال صيامنا وقيامنا في هذا الشهر. إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا إخواني، هذه هي فرصة، هذا هو الشهر المبارك كي نحصل فيه على التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المسألة المهمة التي يفترض أن نربي أنفسنا عليها هي الحصول على التقوى، وهذه الآيات تتحدث عن بعض هذه الصفات، صفات المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي أنه أيامكم معدودة وساعاتكم قليلة في هذه الدنيا، لا بد للإنسان أن يسارع، ألا يضيع الفرص في التوبة والمغفرة. وعدة المتقين، من هم المتقون إخواني؟ وصفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء، بمعنى أن مسألة العطاء والإنفاق عندهم تمثل حالة وجدانية لا تتعلق بالظروف المحيطة. لا يقول إنسان أن المال لي وأنا حر في التصرف فيه، أنت لست حرا في هذا المال، الله سبحانه وتعالى ائتمنك على ما أعطاك، أعطاك صحة وأعطاك ثروة وأعطاك علما وأعطاك جاها، فأنت تستعمله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا حرية فيما أعطانا الله سبحانه وتعالى. وأقول والله أنا أنفق كما أريد، أنا أعطي أو أمسك، إطلاقا لا يمكن أن يكون المؤمن كذلك، وإنما يفترض أن تكون عنده حالة الإنفاق حالة طبيعية ووجدانية ولا تتعلق بالظروف. حتى ولو كان الإنسان يمر بظروف صعبة فعليه أن ينفق بقدر ما يستطيع. ولهذا ورد في خطبة الرسول عندما حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الإنفاق، قالوا: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك،
قال اتقوا الله بشربة ماء. اتقوا الله بشربة ماء، هل هي صعبة عليك أو بتمرة؟ إذن أخواني، هذه المسألة، مسألة العطاء، هي فعلا مسألة لا بد وأن نربي أنفسنا عليها في هذا الشهر المبارك، ونربي أيضا أبناءنا على هذه المسألة كي لا يكون البخلاء في سبيل الله، على أن ولو نجعل بعض الصناديق أنه لنرى كم تتبرع، كم تنفق في شهر رمضان في سبيل الله وهكذا. ودائما نذكر أنفسنا ونذكر أبناءنا بأن الحرمان هو أقل من العطاء، يعني أن تعطي القليل أفضل من أن لا تعطي. والعافي والكاظمين الغيظ، مسألة الغضب أخواني لأسباب، فالرجل ربما في البيت يشعر بأنه هو السيد وهو المولى وهو الذي يجب أن يطاع، ولربما نحن أشد قسوة على أبنائنا وأهلنا من الآخرين، نظهر إلى المجتمع ونتكلم مع الناس فنمارس شكلا من أشكال السلوك الاجتماعي المقبول، لأن هذا الرجل أو هذا الإنسان أو أنا مثلا لي قيمتي ووجودي وأتعامل بهذه الصفة، ولكن عندما أذهب إلى البيت أطلاقا قد أنا أمسك أو أسيطر على غضبي في المجتمع، ولكن في البيت على العكس لا أسيطر على هذا الغضب، بمجرد أن يخطئ أحد أبنائي أو بناتي وإذا أنقلب إلى إنسان آخر من خلال الغضب، ومن يراني من الغرباء قد لا يعرفني لهذه الصفة. كظم الغيظ إخواني من الصفات الأساسية في الإنسان المؤمن، ولربما هذا الشهر المبارك حيث نتدرب فيه على الامتناع عن بعض ما أباحه الله سبحانه وتعالى، أيضا نتدرب على أن نمسك غيظنا ونكظم غيظنا، حتى ولو أردت أن تنفجر، ولكن إياك أن تطلق كلمة في لحظة غضب. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، من منا لا يخطئ؟ ولكن عندما نخطئ نريد من الآخر أن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ولكن عندما يخطئ الآخرون معنا ننقلب إلى أناس لا يمتلكون في قلبهم ذرة من الرحمة والتجاوز عن الآخرين. وصفة العفو عن الآخر هي صفة مهمة. أنا أتذكر أحد الأخوان يذكر لي هذه القصة، يقول أنا أخطأت مع شخص من الأشخاص قبل أكثر من 15 سنة أو 20 سنة، وبعد ذلك أنا قلت له إني أطلب منك المغفرة، تجاوز عن هذا الخطأ، ولكن هذا الرجل كل ما أسلم عليه يدير وجهه عني ويقول أنا لا أنسى ما قمت به من خطأ. هذه ليست من صفات المؤمنين، هذه ليست من صفات المتقين. الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتدرب على هذه الصفات، صفات المؤمنين وصفات المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. كلنا خطاؤون، كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون، بمعنى أنه الإنسان المتقي قد يضعف في بعض الحالات، قد يخطئ، قد يتجاوز على الآخر بكلمة، بموقف يحتد عليه بغضب وما أشبه ذلك، ولكن عليه أن يراجع نفسه مباشرة ويعتذر إلى هذا الشخص ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يقول أنا وأنا وكيف أخطأ وكيف يعني أتنازل وكيف أطلب المغفرة والصف من الآخر، لا. الإنسان المؤمن هو عبد الله، والعبد إذا يخطئ مع سيده ويعصي سيده لا بد وأن
يطلب منه المغفرة، ومباشرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بمعنى أنه في بعض الأحيان حتى الإنسان المتقي قد تمر به هذه الحالات، لكنه لا يغفل عن ذكر الله فترة طويلة ويستمر في مسألة المعصية. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم يختم الله سبحانه وتعالى ويقول: أولئك جزاؤهم عند ربهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إخواني، هذه من النعم الإلهية على الإنسان المؤمن أنه خلقنا وزودنا بكل ما يمكن أن نهتدي به إلى سبيله، ومن نعم الله أنه هدانا إلى سبيله من خلال الإسلام، ومن نعم الله أنه وضح لنا الطريق، فلا يجتهد بعض الناس في كيفية الوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى بهذا الطريق أو بذاك الطريق، لكن على الإنسان أن يسعى، على الإنسان أن يبذل، على الإنسان أن يعطي من نفسه. البعض في هذا الشهر قد يكون من الذين يستثقلون هذا الشهر باعتبار مدة الصيام الطويلة واعتبار فترة الحر التي لربما يعمل فيها، لكن تذكر قل نار جهنم أشد حرا، هذه أولا. ثانيا، هناك من يعاني أكثر منا في هذه القضية. استقبلوا شهر رمضان بالفرح، بالقلب الذي يبتهج بأنه ضيف مهم علينا. هذا الشهر إخواني هو شهر الله، وهو ضيف مهم نستقبله في بيوتنا وفي عقولنا ونرحب به أفضل ترحيب. ولكن لا بد من ماذا؟ أن يكون مختلفا عن بقية الشهور. لا بد وأن نضع أهدافا محددة. هذه الآيات تحدد بعض صفات المتقين، وثواب المتقي هو الجنة، والجنة لا تأتي بثمن بخس أو من خلال الكسل والاسترخاء. ثمن الجنة التعب والمعاناة والجهد، وأن تضغط على نفسك وعلى مشاعرك وعلى أحاسيسك، وأن تفعل ما تكره. أنا أكره مثلا أنفق لكن أربي نفسي على الإنفاق. أنا أكره أن أسامح فلان لأنه أذاني، أنا ما أقدر أنسى، لكن في شهر رمضان نتربى على هذه المشاعر. أنا مثلا في مسألة يعني الإحسان إلى الآخر أقول كافي الحمد لله، أنا عندي تاريخ طويل بالجهاد بالعمل في الجانب المعارضة ضد النظام، الحمد لله كافي بعد. لا، أقول كافي، ما تدري أنت قد راح يعني ممكن قد أعمالك ما راح تقبل من قبل الله سبحانه وتعالى، قد بعض الأعمال ما تكون صافية لله 100%. أيضا إخواني، في هذا الشهر المبارك علينا أن ندرب أبناءنا وبناتنا على مسألة الصيام، وخصوصا مع أيام الحر فهي تجربة مهمة وقاسية. إلى الأب كان يتأفف أو الأم كانت تتأفف من طول الفترة والصيام، فماذا سيحصل للأبناء؟ أكيد سيتأففون وسيعتبرون هذا الشهر هو شهرا ثقيلا، وأمر الصيام هو أمر ثقيل. نعم فيه صعوبة وفيه تعب وفيه معاناة، ولكن كلما يقرصك العطش والتعب والجهد قل هذا في سبيل الله، إلهي ربي هذا لك، أنا أقدم هذا التعب وهذا العناء لك، أنا عبدك، أنت أمرتني أنا أنفذ. عيش هذه المشاعر مع الله سبحانه وتعالى فيزول التعب وتزول المعاناة، والله سبحانه وتعالى يسددك ويقويك ويعطيك أكثر مما تتوقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الناس الذين يتقبل الله سبحانه وتعالى صيامهم وقيامهم، وأن يرحمنا برحمته ويتقبل توبتنا إليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أيامنا في هذا الشهر المبارك في طاعته
والإخلاص له، وأن يجعلنا من الذين تعتق رقابهم في هذا الشهر المبارك، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى بضعة الرسول الزهراء البتول عليه السلام، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة عليهم السلام، وعلى أمة المسلمين عليهم السلام علي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه، إنه سميع مجيب. إخواني وأحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك لصيامه وتلاوة آياته. الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نكون فعلا ممن يحصل على الجنان من خلال هذه الدورة التدريبية خلال هذا الشهر، كي نستعد فيها لمقاومة كل محاولات الشيطان في جرنا إلى معصيته، ومن خلال مقاومة النفس الأمارة بالسوء، ومن خلال مقاومة كل الضغوط الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي يمكن أن نتعرض لها في حياتنا. هذه الدورة من خلال الأيام المعدودات كما سماها الله سبحانه وتعالى هي دورة مهمة، فلا بد أن نحصل على عطاءات هذا الشهر، وإلا كنا من المغبونين ومن الخاسرين الذين لم يحصلوا من هذا الشهر إلا على الجوع والعطش. فنحن نختار إما أن نحصل على الهدية الكبرى من الله سبحانه وتعالى بتربية أنفسنا، أو أننا لا نحصل إلا على بعض العناء في هذه الأيام القلائل. أيضا أخواني، من المسائل المهمة التي يفترض أن نستعد بها لهذا الشهر المبارك هو أن نستعد ثقافيا لمعرفة ما هو المطلوب منا في هذا الشهر. المؤمن يفترض أن يكون واعيا لمسؤولياته. مسؤوليتنا أن نكون فعلا نؤدي الصوم بشكل صحيح. كيف تؤدي الصوم بشكل صحيح؟ ولا بد أن نعرف ماذا مسائل الخاصة بالصوم، في مسألة المفطرات، في مسألة المكروهات أيضا إذا أراد الإنسان أن يتصاعد بروحه ويسمو، في مسألة ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي وضع البرامج المهمة لكيفية الحصول على هذه العطاءات. هذه من الأمور المهمة أخواني، ضروري أن نلتفت إليها ولا نغفل عن أننا دائما نجعل أبناءنا في هذه الأجواء، أجواء شهر رمضان المبارك. لا تقول هذا الابن صغير، هذه الابن صغيرة، ودربوهم على الصيام ولو لبضع ساعات كي يتخلص من أسر العادة. أنا أذكر أحد المسلمين الجدد من الأمريكان يقول إن أصعب شيء علي هو مسألة الصوم عندما تحولت إلى الإسلام، ويعبر بتعبير لطيف فيقول لأنه دائما الفم مفتوح وأنت تضع فيه ما تريد، اشتهيت الماء أو عطشت تفتح فمك وتضع الماء، جئت تضع لقمة في فمك، كيف ممكن أن تغلق هذا الفم؟ إذن هو الخروج عن العادة، مقاومة ما اعتاد عليه الإنسان، مسألة مهمة يفترض أن يتربى عليها الأبناء الصغار ولكن بحسب طاقتهم وإمكانيتهم. إن شاء الله نتحول إلى
اللغة الإنجليزية ملخص. Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رمضان مبارك for all of you, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept your deeds in this great month. This holy month is very important for all of us, and we supposed to consider him as a very important guest. There are two different guests. One is so unwelcomed and you hate him to visit your house, and when he calls you and he is saying that I am coming to you, I want to visit you, you are trying to find any excuse to get rid of him. But for the month of Ramadan, it is the month that we need to welcome him with what? With all our feelings, with all our love, with the recognition of and that Allah subhanahu wa ta'ala, he wanted us to be his guests in this month, and we supposed to welcome him with love. And to understand the importance of this month, we need also to prepare ourselves to get or to have the benefits of this month. If you are not prepared, if you don't have any program to get these benefits, you are going to lose a lot in this month. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Book in Surah Ali Imran, verses 133-136, Allah the Most Exalted says, be quick in the race for forgiveness from your Lord and for a garden whose width is that of the whole of the heavens and the earth, prepared for the righteous, those who spend freely, whether in prosperity or in adversity, who restrain anger and pardon all men. For Allah loves those who do good, and those who, when they do an evil thing or wrong themselves, remember Allah and implore forgiveness for their sins. Who forgives sins, save Allah only, and will not knowingly repeat the wrong they did. For such the reward is forgiveness from their Lord, and gardens with rivers flowing underneath, an eternal dwelling. How excellent a recompense for those who work and strive. So brothers and sisters, these verses that we just read, talking about some of the attributes of muttaqin, which is first of all spending, and it doesn't matter in what situation you are in, if you are in prosperity or not, but we need to have this kind of a spirit of giving, because what you are giving is not what you own, because Allah subhanahu wa ta'ala has given you this, and then you held responsible for that. So we don't own what we got, but it was given by Allah to us to use it in the right way. So you are not free. Don't say, I'm free, I can spend this money in this way or that way. No, you are not. And you need to restrain your anger. You need always to pardon those who have done something wrong. And when you are committing any sin, you need to remember Allah subhanahu wa ta'ala and ask Him forgiveness immediately. So these attributes are very important. If you set them as a goal in this month, is great. And if you can reach this level, you are excellent. And more likely Allah subhanahu wa ta'ala will accept what you did. Also, brothers and sisters, I would ask you all to clean up your hearts, to wash your hearts, to wash your hearts with what? With love. And to get rid of any doubt of hatred or dislike others. As mu'mineen, as Muslims, we are not supposed to hate others. We're supposed to hate deeds and actions. So if you are not willing to forgive, if you are not willing to take this kind of hatred out of your heart, you are not prepared enough to get the benefits of this month. And you are going to lose a lot. So it's very important to get taqwa, which means not just personal through personal action, but through social action too, which is so important. Because taqwa is not just you and God. Taqwa is you and others.
Number two, brothers and sisters, we have experienced a lot of massacres under the name or the frame of Islam, but it is a sectarian war. And unfortunately, a group of Muslims, extremists, they are labeling others. They are what? Kuffar, disbelievers. Why? Because of, you know, some claims. And on the other hand, we can see the reaction of other Muslims are similar to that one. Both are wrong. So what is the right thing? What is our responsibility as Muslims? Where are we supposed to stand? What is our stand? First of all, brothers and sisters, we need to understand what is the meaning of Islam and how a person becomes a Muslim. By what? Number two, what are the things that will make you kafir? Okay? Just shortly I'm going to, inshallah, talk about this maybe in another time, but just shortly I will enlighten you with this. We have three important truths that we believe in as Muslims, all Muslims, regardless of their school of thought. Okay? It is Tawheed, believe in one God, and believe in the Prophet and the Day of Judgment. That's it. So anyone who doesn't believe in that, we consider him as kafir. Anyone who rejects one of that, we call him kafir. Plus, anyone who rejects one of the necessary things in Islam, for example, Salat is wajib. If someone comes and he says Salat is not wajib, maybe he has some doubts about it. You can argue, you can have a discussion with him, and he will be convinced. But if he insisted and he has no proof for that, and he is convinced that Salat is not wajib, we can consider him as kafir. Now, we believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet and the Day of Judgment. But we consider ourselves as the followers of Ahlul Bayt because we also believe in Imamat. And we believe in the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what we call darurat al-madhab, the necessity of our sect. It is Ahlul Bayt madhab. So brothers and sisters, it's so important to understand these things and not to be dragged or, you know, attracted to interact extremely to those who are labeling others, you are not Muslims. What we have experienced, killing innocent people just for their belief. And we suppose as Muslims to have this open dialogue with others and to come to one stand in agreement that this is Islam. We believe in three roots or pillars. And we're supposed to have this among ourselves and by having, you know, open dialogues with others. And we hope that we will outreach others and get to this point. Also, brothers and sisters, one of the good experiences of our, you know, fellow brothers and sisters in America and Canada, they have opened an interfaith session with non-Muslims, which is really very good. And they have some examples that they are inviting, like one day, choose one day to invite some churches to our mosques and to see us live. What we are doing, we are praying, we are breaking our fasting, and then we can have our program. And we can, you know, enlighten them about what we are doing. Unfortunately, the distortion of Muslims have been increased. And this is our responsibility as Muslims to explain to others, who are we? And one last thing, brothers and sisters, that we always want to look or need to look at the new generation as part of us, as part of this mosque or the Islamic centers. And we need to give them more space to be active and to participate, which is really very important. When they grow up, they feel they belong to this masjid or to the Islamic centers. They are not strangers. Otherwise, we are going to lose the connection between them and this masjid and with us, and we are going to lose a lot. And unfortunately, we have experienced this. Don't say this is a bad boy and bad girl. Try to outreach them. Try to call them. This is the month of Ramadan.
try to do your job as amr al-ma'ruf and nahi al-munkar, and you try to give them and try to give them this kind of chance, Allah forgives. Why you don't? Don't say he's a bad one and I'm not going to talk to him. No, try and try and try. And many people, they have repented to Allah subhanahu wa ta'ala and came back to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the month of Allah subhanahu wa ta'ala, and we need and we want everyone to come back to Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala then inshallah to accept our deeds, to forgive us our sins, and inshallah to have enough insight and awareness to our duties as Muslims. And inshallah at the end we are going to get the shafa'at of Muhammad and Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أخواني وأخواتي أن لا يخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا وأن يعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك إنه سميع مجيب ويتقبل أعمالنا وطاعاتنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب. اللهم ومن أراد المسلمين بسوء فأرده مكادهم فكيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد.